بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عاوة عشر وهبينكي سؤالة أردنا وحد مداثي لقرر إن نوصح حاضر نزومه هاي القضاء لصوضة إنك أرضي أعاوة لقري إنك أن أرضي أهين ومقيم. جميل. وحين أردنا ماذا الربعي صدحات أفرت الربعي وفقه وككومنا كتاب كينو أخرني نبتنا أبي شجاع وأنه ربعي نكاحة أما واحد ويقى أنه نحل قندا بفقه الأسرة نكاحي أحكام تيسي طلاقي يوحي الراعي راح علي أدن بيسي الحضانة أين كتب جني كتابها والأسكول الله يمارك سؤالها نواء وفكا والأويدين ديار ما هو لكي ورقضه بمعنى أنك أرضي هاي أسقر أنك كلاين أسقرين كم وقن أرضي ما هو معنى الروين وحدك يستبس عشر مصر دياري معناه هذا الساسو هيه كتابك اسكولا كتابك يبوك يا دمان هيه كسمي قعي سوق قرشة حق النورقات كالولي حق النولي بها هيه سؤال شكوات وفكا نصوص عوض الحكم كي سايال الرواة حكم كالنكاح مر كان كفير نقول وقف ربيتان قور كمجيرو احنا قعنت كما هيو قف قف كانه غرسد حكم كيس عيال را ما عاد ما 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 قعنت على تاي قف كشيغي اي شيخ وا مكروه هي ما سؤال شل هذا حويه قف كحرك ان او غرسد ادون غور ملك اليمين ما غور عادي هينو غرسد ما بنانه إلا شروط أفرع إن له الأمويين شروط أفرع طيب على سكر روا أي شيخ لما تنك تاري الله وشرح تاركو حر قواد حر أمهر كيد وإن وايو حمان تنع وكبقه كتابية ذو هي كتابية ذو استمتاع عصوبة هي أيو هي الشيخ يقدر الأول أول ما تنو شيخ شيء هاي شيخ الاستمتاع هي صدح أفر أدوان تاني حسن خير الله هي سؤال شكو حكتو حاوي و ننكي شروط دي بعلى هلاي أفر تاهاي يمين كي دي بنوي حوق قرسة دي أدوان وعبنانات شرعي سقو أدوان تي قبا يو حول هلاي ما شاء الله حون أودا صداقة حرة بو أودا مهر كيد كبدي هرم فرمي مس ما فرميس ميت كستنا على العلين هاي شادر حن ما فرميس هاي حلو هاي سوى الدليل
يا سالس كتابك وربر دو بالقول لقاء اسكلك فيكو قال ايشا لماذا قاعدة فقية جرت محيطة في الابتداء يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء حسن يعني سي جوكتين تي استمرارية ذا هي سي صعشة النكاحة أما الشيء وحا الله بني أو حيالة أن الله بني لهين بلو قصمة تاسوي هذه صداقة حرة وأوده بلو ما بناناتين إنو قرصة أدن لكن إستغوا سيقة وحدو صداقة حرة وأوضة نكاحة استمرارية دي سوء الله الآفة يا سلاس بي هيه دادك حافظها كشقي الإسلام كأهي كعلا لا دمرك انتي الله سمع أيوه انتي دا فيرتانك الله فيرين يا حكم كذا أي شخ غير جائز غير جائز أي شخ كفيرنا يا الله فيرنا يا سلام أيوة من إيه ها أي شخ فغير جائز إيش فغير جائز بسمه أي شخ فغير جائز لغير حاجة وعشاق دي حاجة ما تشاق وحرم يكبح شاق هاي وي سلالك الوحا وي وحين لهني كوالي أم قفك الدمر كائن الله في ريو علاجين أم الدوين أم الأخترين لا الأخترين أيو الله في ريو ويبنانت ميل كستو لا اختارنا يا ايا لا فيرن سو ماشي دوني وانا قلت لكن شروط باكو حرام يلا اختارنا اي شيخ قف مسلم هذا اختارتها هدي جبتو نين ما بقى هذه سجوله هيكو نين مسلم أهوائن لها هدي لوائن مركاسي من كي كافة وشروط كالوري سيوة ايه قدر ايش خلوه إن جبنا حسن محرم كيدي وإن رجوه ومدد كالوك حسن هيا حين كهذا الولاية الولاية, الولاية وحويا كوالو مركي لقوريني يولي كيدي وإن رجوه ولي شروط بانوش هكنا عدالة جواد أضنة سيد كذي ويانين فاسقة خمر عب أو جاد عنة ربع عنة وقولين كلام زوج قولين كار أيش أخ وقولين كار جميل يا يا أيوة أيوة كم نقط القول الأول ومنسوخ الأخير ناسخ ويسمع قول قديم وقول جديد هذه على تدير سؤالك الوحوية وحين شاقنا أسباب ولاية النكاح أو ميقاء وحين كليهين فريق بيتري وكد نسيني أرره وكد دارنت أي شخ ميقاء كم كو ترتيب كشو هذا الآن؟ السلطان والحاكم فيها فرق؟ أي شيخ؟ الأبوة كو؟ والعصوبة؟ هي حاكم كدياره هي الولايات كلها ولاوي هي شو
الو ثم الولاء ثم الحاكم وصلت انا بدأتوني دياروي هي ضمرك ضمرك هذا انا صاوا ما الله انا ايوه اي خيط بضع ما كي ضمرك دين عوض الله في ريو ان يعني لا شو كان صدينا لا شو كان سنين افر قيبوض بين اخوان عقلان يا عمرو فكر افر تاتبت محيكي لي يا بناني لا شو كان سنين يا بناني سدوم مرقد ما اسكو وش كان سن بدك هيك سوري قاعد هاي شو فهمت سوروي خلي يا غيره دير كبر ان حتى قسمه اعطيك قرب تاي خليتين واسم ايوه تاسي حبنا شكون سير تسريح التعريض لا ديال هيكو خلاص منو على صفر طلق رجعي طلق رجعي على فرع ايوه خلاص ديال بس ما تبقى تسريح والتعريض منو هنا تقول في طلاق محل اجري في الرجع حكم الرجعية في حكم الزوجية كل جرتة تسريح وتعريض منه بنان هاي مستدح لو فرن ويان اختي عددنا كل جرت تاسي تسريح من بنان تعريض بابنا هاي منهم العدد يا كلامات وخليدي وي ايش اكتب بالوضع وي ايش اكتب بالوضع تلقى بنت كور نية انت تلقى بنت نك هذه ولا انت عددين كل جرت حاب ان انا يا تعالي الباب طلاق رباين كلمت هل قف الضمره وكلا تشري لو ضاوي اسمه سؤالان هل فكلا يشوي او تصريح التعريض منه او صنبناني اي شيخ سوي جيد عادي عند الله استعيل ما اكفي كريم مين سوي جيد عادي ترجع يد بوكشي كي لو بنانين زوجنا من بابي اولى اسمه حتى مركا افر بين نقنيا تم باين كي تم توفى عن هذا واسكو حكمه ايجو سامو خليد ورك هذا واد نعم الرجعية والزوجية مدة في الحك مدة زوجة أنا هذا أنا واسك حكم هي ديار عيوب تا أو قبل أي فصخ حكم وذنكر نيكون وقف فصخ حكم وذنكر وحين ده أنا صد حبا مشتركة صد حبا مشتركة على أي شخ الجنون إيه الجذام البرص ديار ايوه حنو شايفين نينكا غورت عينين نقضوا غورت عينين نقضوا حلوه غيرتي وريريسن وا جميل وخيار ايا افرن كوادي خيار العيال خيار كان سند خيار سوي هيبه وا على الفور كان صوما حنو شايفين قادقنا يا الربا أرجع أنتي لا كريالو إنه أفرتي فصول الأربعة وفيريو صوت حلقة يا ونك إنه بيتري وكدا سنة هذا اللي قد جلال كحقيقة ونن أو نقصهم فصول الأربعة وكذا بين الناس هم هي خيارك وحالي رواع على الفورية صنع نوالوك هذا كل حياة نافي مفهم تنو تحكو جر قال له كاين بالي سند ايوه اي وحنا اللي يري عنضو ام عيني النمض و على الفور تنافي مكدح يا مسكون يا عائشة سيدي
sanadka qaadiga marka kuma jirto fowrinimadka sooma haa sanadka markii la soo marka sanadka qaadiga waxba kama hor imanayso dhib yartay sax wey sanadka qaadiga uu xukumay sanadka fowriyadii kama hor imanayso sababtoo ah sharcigaa qadaray sanadka marka sanadka wixii ka dambeeyey waxaan rabaa inay gabadhii dhahdo ama ku raalli ahaanaya iskala joogaya ninkayga ama de waxba isuma hayna sooma hayway caqdiga taswiyadiisa iyo magacowga meherka caqdiga iyo guurka lagu magacaabo markii dhinaca laga fiiriyo meherku saddex qaybood buu noqdaa ka xukun ahaan kow aisha meel kale u sheeko aad meher baa la magacaabay markii la dhaho ama aan la magacaabayn jamiil saddex qaybood buu noqon caqdiga dhexdiisa ku magacaawa lagu magacaabay mar waxaasu noqda mar waxaasu noqda mar waxaasu ku noqda aisha isku meel bay joogtaan aisha mar waajib buu noqdaa tasmiyada mar xaraam buu noqdaa mara sunna noqdaa meherka tasmiyadiisu uu ka mid yahay meherku arkaani nikaax uu ka mid yahay waxba qasab ma noqonaya sooma waaye lama magacaabin meherkii lama magacaabin xiina alcaqd gabadhaa mu hal iyo eber baa la dirayaa meher malaha la dhihi aisha meher way leedahay mahru lmisli bay leedahay saasuu miya ay meher lmisl un qasab ma noqonayso kow ay isagoo inuu wax gooyo maxaa qasaba markaa inay may marka maxaa qasabaha in haduu zuuju iska gooyo $5 iska gooyo qasab miyaa $5 inay gabadho yeesho haa waa inay raalli noqoto laakiin goormaa la raalli ahaansheeda maqan ka jeer baa la fiiriya kow meheru misli aywaay muajal buu ka dhigay ama meheru misli ha dhihin wuxuu doonaa ka dhigay muajal buu ka dhigay kow ya bikayri naqdi lbalad hadduu ka dhigana iyadana raalli ahaansheeda la fiiriya maxaa kale saxiix aywaay labo saddex ya marka ana maxaa waajibi maharulmisri aywaay meherka dhicitaankiisa iyo dhicitaan la-aantiisa si kale haddaanu dhigo gabadhu inay mudanayso meherka oo dhan iyo inaysan mudanayn dhinaca markii laga fiiriyana saddex xaalo ayuu yeeshaa baa la yidhi kow aisha kow meher kaamila inay yeelo inuu wada dhaco nnisul meher yeelo meher kaamila goormay qaan mar kalena meher kaamila yeelata aisha goormay goormay meherka oo dhan uu dhacaa aisha la hayo diyaaru may waa diyaar waa lakala qaadqaan maysa maysa meher goorma wada dhici dhammaantii
يا ميقص سنة جرت شن سنة ما جرت تطيرتها مسافرت ستون سنة ميقع عمرها بجرت ميقع عمرها والله شاي عشرك حلوي عشرك حلوي ايش من غسل ما غسل غسل وركب روح صامية شو اسمه حلا شيء نسوان حلا عشرة ما أرتم سوينا ها حل هين كرنا يعني ماشي إن العلاقة أيوة وين كفاية يا شيخ كرمي نصف المهر يا رنا يسا قبل الدخول هدي له فرق صامه صمنا وقعها ديارك سؤالش كيف حكت وحوي وليمة العرس وعلى سمية اسمه كل جمس وليمة داس قور ما أي مستحب تاني أيشخ كدي اسمه عادي عادي بعد الدخول كذا لأن الدخول هو بعد العقد قصصه استلزم ديار أيوة يا شيخ ورقدي هذا لما يصير نسوق بي ما قاعياش سؤالش أوفير صلاة حويا القسم والنشوز سفي عن أوفير صلاة حين الشيء نوح لي راه ذو حلي وقت الأصل يا وقت التابع حين الشيء ناي ضرورة يا حاجة سفي عن الله فهم سؤال سوا صعد صدح سؤال واستوت على لوي حين ده هني وقت وحليرة وقت الأصل وقتنا وحليرة وقت تابع مركب حين الشيء ناي ضرورة اللي له هذه وحيسك حاجة بس ونسك سؤال شو حويا من أيام حو ح لوا بهب ولا أم صدح به جميل صدح بهب ولها صدح البح حكى لها إن زين النبي عايشة فاطمة صوم حد دورك اسكلها وهبينك اسكلها زينب عائشة يو آذي حين آذي وقت تابعها حين آذي لحاجة بو آذي ضرورة ما وقتي حاجتنا والدائرات سلام كورنتك هلا وذي يني فون دي أوكيني أو أمريكا نينكيا كورنتي دي وحلي أدو دائرات يوم ماشي هالس على هو ترى قال قالوا والقضي في مع ليجي مسماري وحبيب الرئاسة والله صعب هو شو قال سؤال شو حبي مسوق قضينا يا مسوق قضينا يا ايش سوق اللين ايوه سؤال شلا دحمي عاو يا اسكلها يعني دهنا كود ما قاعد معي زينب ايوه عائشة وقال ضرورة نجرتيو هل دي جريش وقت الأصل وقت الأصل وقت التابع سلام كليقان وعفر قيود بهن سماين وأنا نبين شقيه وما نسويت شيء ذي ما لنا نصتي نن ما لنا نحقق كالعكس كهاي كي مسافر كهاي هي نيجي العكس تقلني يا سما كم حوي وقت الأصل صار أنا عندنا هينك أيوة أقول عائشة زي نوانا إسكال هاي ضرورة أنا جرتيو أدو إحنا مستهلك أمبلاس وأرد أوك دير ضرورة استاسمه أي زمن كيف إسكال دير هذا سوا قضينا سوا سوا قضينا عائشة سوا قضينا إيش كل واحد وين
زينب بقى اسكال هاي جميل عائشو قادي اي واحد دان او قادي هوايا رانتي وجرت لا حاجة ولا ضرورة ولا اي شيء كذب يعني وكسر نقضي نيكا مسوا قضينا نسوا مسوا قضينا لا ايش اخ مسوا قضينا يا صح يا عصا وقضى صوم حسن دور رأى استكارا سريريسي مساقطة زمن كسا زمن كسا كما قبسان كرتا كورا كما قبسان كرتا صوم كما قبسان كرتا بعد رأى استكارا وكو كامل لي كرتا سؤال ماشي كجرت وعوية كالي كبدي وحب حقيقي وبصدي إني ناشز النقط قراء عم كبي لا بكرة إيش صح ديار هل وعد يا سون كهر مرن هل جوجل إن سون يكتبون بو وكبي لا بكرة سوما سك قراء عم هو ده سوما أكوكا واي خلع مري محن نقضاء مستحب مرة كلا نحن نقضاء مكروه مرة ومرسك عادي هذا قرط ومستحب نقضاء ما قرط ومباح نقضاء مباح أي شخ جميل ومهم واي صفاء أبد بعد جميل سبب من واحد كل نقطة محمد مستحب له دي وين سبب من واحد كل نقطة عيشة سبب من واحد كل نقطة مر مستحب إن لا هي هيد مكتة طلقين بلا بتبيني هي بالك بس دير هيوة حربنا خلو عند التعريف يا كده مناسب في عن لشر حتى تعريفك لبسيا عيشة كرة فرقة بعوض معلوم ماكو مغني فرقة بعوض مقصود راجعين إلى جهة الزوج معلوم القوضة لا وقف كالتي هي عوض مقصود ديك كالتي أين معلومة هذا العوض كان إنه زوجك والله أنا إياه تجي زوجك ولا بنين هذا خلعي ما صحي يا ما صحي خلع هيشة جهة الزوج ومن نقنا يا عوضك ها صار هان حان شغل دين 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 نين كان رجل هاي كعيف ديار ما هاي جوات على نين كلي دين كل هاي صح نجيب أمرك فيري كعيف راجع إلى جهة الزوج من مالك لو نقنا يا هاي شخ طلاق رجعي هو النقل هاي هو دين محواجب هاي شيخ خلو ما دعي دعنا خرج لها كورو محمد نور كورو حميمون هي راجع إلى جهة الزوج بالير معلوم هذا غير معلومية
بهر مثل ابو يوسف بدين ايوا عوض مقصوده هلي دون مقصود نقوه خلوا انا ولا حي ايوا هي راجع الى جهه الزوج معلوم ان هي بعوض مقصود دون مقصود صحيح يعني عادي انت لا شيء يوم صدح كنا داري افر كنا داري وقاقت ديال ايوا هي خلع في وقت الحيض حلي عادة قبل أن يكون جرت مرأة صنباناني باجرة أشخ تيار مرأة ما العاية قصة بحاينة ظهري كون جرت تيار أيوة سؤال شكو حكتو حاوي طلاقة بدعية محوية هاي صاصة ما العاية بس ما العاية ايش يا كبر اللي عايزه كل جرت ولا فره يا بس هلكا ويا نور كمية يا ركوري استكدي بقى هذا عايزه كل جرت ها او ريرستي انت ما تطلع بعد لا لا جرب دعي بس ما دعي ها دعي ها يا ثم بقول لك نقول خفك ديار هاي كبر بقف في جورس ذي ولين مرة هاي رأي سنين وفري فريتان كان بدعي من سوى سن هاشا لا بدعي نوع سن ديار هاي وي النكاح الطلاق قبل النكاح هل يقع؟ أيوة الاستثناء من الطلاق هل يصح؟ وأصح يا شروط باكو حرم شروط باكو حرم هيكو لو يبيت أخر بس كاقف نطقه به أفرطاشر دول الله استثنون هاي نيك قوال لي وفري هل طلقوا كفري أما لو طلقوا كفري حل لي عددين كجرتا ولي رجع لي وكان لي كرام بالفعل يعني جماعي ريس هاي شخ كمان ليك ما قش شيء حرام كو خلوه أي استمتاع ما أنت وحرام هي أو ماذا بك حنا بلد وكدمي بالفعل بالوسع عشان كان عادي أيوة أي حط هذا مو بنان شخص جماعي إسرائيلي اسمه بنان هذا اسمه كورن هدي وريرست رجعت نمولي رجعت كما وصلني يا مو نهار يا ريت يا يا كلها ادي يا لا بالفعل ايش اصير عرام هاته لكن سو فرانك انا ايش كو بنانات لكن سقع سقع حبيبي ايش ايش يا ها هذا اثم اسكت هنا كنت فرنك ايش حد كذا قال له فينا ما شايفين الولاد كده
يعني قفنا هاشا يا سوشي وشي لمنا وما بقى صحيتان لحنا بالفعل هاشا هي يعزر بينه الآن الشيخ ماشي ناخذ 10 يعزر من الهن هذا التعزير لك قاضي حاكم كان تعزيري تعزيرتي محاوية ان شاء الله مقارد انا وبما يراه الحاكم هذا العقل نقطع كون دور ركين لديه هذه حبسي لديه هذه لما تنقل لقول لتي بما يراه الحاكم ساو فكرة دياري هي gabadhii buu furay ninkii saddex buu ku furay gabadha dib ma u laba guursan karaa mise u laba guursan karaa aisha shan shay markii la helo ku noqon karaa kow ya yaani inay israaraystaan ayuu wayn ka baxdo kana baa in maqato markaas uu guursan karaa الإلاء تعريف تسرع يا حوي أنا عددي سكبح هذا على بس لازم يوم قال برمي أنا عددي مركب على باين النقصة هيني باين النقصة تذكر لازم هاي إلاء تعريف تسرع كده من الله شرحه نعم التعريفات كبيرة وحسين وقت الشيء مركب اللي تعرفيني خلعه وكل مرة تعرفيني إيلاء وكل مرة شيء يرقر صون وقت حب هاي مرك حاجة توضح يا شيخ هاي اها اها تعريفات كلام حفظية أي شيخ حرف زوج أها أها أي أو مدة تزيد على 4 أشهر هذا هذا شرح صدق ايش العاقل البالغ المختار ديار في قبولها وكرهها هاي هاي اما حلف الزوج المركي اللي رمحان بحي مركي زوجتي دياري هاي هاي شيخ حلف زوج بعد هذا يصح الطلاق كي أن طلاق سوء صحني بعد بحصام كمد مجنون هاي مد سبي هاي يا مد مكره إلى قول مع الصحة هي كسر ليوم تاني عايش من وضعي من وضع زوجتي حاب حي إذا امتنع ماذا عن ماذا عن الاستمتاع والمباشرة والتقبيل كذا الرماة دوير ولقي كمد واني إلى معصمة ديار تذكر واحد في السجن أيوة اللي يمتنع من وضع زوجتي مركي اللي يرين محابة حيوان ده زوجتي سأين ومع زوجتي سأين وضع يدو بنية بجر
وشيء وشيء ما بحشة أدون ده أدون أيوة لين في قبول يا بالير ما بح مطلقا أو مدة تزيد لكن لا بلادي هل بلادي صدح بلادي إلى من خوني سما هي ديارة كسر ديارة تعريف كيس ديارة أي شوف تشبيه الزوج زوجته أي زوج يعني تشبيه الزوج زوجته أقدر غير البين هي بأنثى لم تكن حلا له أيوة عشان حاب حن أن أنثى ذي مرأة كوب بنان اسمه جميل تزعل هذا نوع الشيء تشبيه الزوج زوجته محاب حي تشبيه الزوجة يضع ذي ذهار سمس حكم يجر واي جزء من أجزاء محارمه أما أنثى لم تحل له أيوك شبهه أي جزء جزء كيف أعضاء إيش أعضاء ظاهر كان محاب حي أعضاء سيدا أنت علي كقلب أمي هذول مظاهر مي أنك أي مظاهر ما نك أدو ظهار صمية لا أمي ذنبون نقن كو لا أمي ذنبون نقن مركلوا أنت علي كظهر أمي مركلوا لا أمي ذنبون إنه طلاق راعي إنه راع هذول راعي اللي جري هذول سن راعين شو نقن عائد من لابتي ونو حكوا جيمر هل أرهم بس حكوا جي هل أرهم بس حكوا جي عايشة يا هل شيء حكوا جي ما هل شيء حكوا جي ما هذا شيء الكفارة بس حكوا جي كفارة ذو مركب حي تاي تيوي يعني مركب كسرها إيه القذف واللعان وحين نقول هنا اللعان هو نينك دو حايز كيسي وكو قانو حمانتو تحدو القذف واجيو سوى قفت مسلم وحمانتو كو قانو ويسومو اللهم الله واشي واكدو القاذكرة كو البينة اما اللعان دو بينة انو هلو افر مخراتي وسو جوجي اما دو الواي ولعان تما ولعان تما يعني لعانك أو قاب في لوس مين لوس مين ورحان ده هني حل جنا ولا أتكي جوبت أنا ولا أتكي كلمات كنا ولا أتكي سوم أنت سويا ديار حان ده هني وحيلها إن هذا الاستعمالا بوس كودش مقوميان مستعجيان ديار مركون نكل لعان تمام شن حكم بعد كده نكو سقوط الحد عنه لا ها وجوب الحد عليها صدح نفي الولد عنه ايه ذو الفراش التحريم الابدي متى في الاخره سمتي كان ديار قوله معتدده الله قيود بين نقطه كو توفى عنها غير متوفى عنها المتوفى عنها عده ذي ذمر كاين ربنا ان اوغانا وحين نقن رامد حامل يا حائل حامل بوضع الحمل حائل أربعة أشهر وعشرة تاوى متوفى عنها تي ونك هذي كجيري ودوي غير المتوفى عنها حلاك القاعدة حامل يا حائل هذي حامل تاي بوضع الحمل هذي حائل تاينا قالك القاعدة إياه ذوات الحيض مية سمو هذه ذوات الحيض نقطة صدح ظهري وهي سمو ما شاء الله قبل لابي إنه وقف أنتي قاف الله بلابي سمو ديار يعني هذا ظهري كفرة قرن كم ويسيت رسان لا بكرام بعود من سمو دول لكن حيض كفرة تن حساب ما له أنت ظهري كلام ركب الأوضان حيض ضد الرابع على سمو
وي هدي صغيرة أما أي ستة يعني من ذوات الحيد كمد ما أوي صغيرة ويومين سنقارن بقى أما أنتي قادوا يدافتي قولها ميغاك وعد ترس صدح بلا صماي أي واي المطلقة قبل الدخول المتوفى عنها قبل الدخول أربعين حامل يحايل ملافرة أي واي كسع أدونت أنا محينو لهني وكاس مركوا أحكام النصف الحر لكن وحيالها كلا قيب سماية سي الصحة وكلا قيب سماية سال صحة على الأخرى مثلا أفر بلوديو تبين نبين سعادة أدوك لقيم كرتسو سدح بلودنا سعادة أدوك لقيم كرتا لكن سدح قرئي ما ديه كرتا قرئي 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 النسك ما ديه كرتسو يا سوحاد دي انت تضوم على ما تحكي ما قرئي سوء ظهري ماين أقل من أقل أقل الظهري من أقل 15 يا شيخ 15 كما قال قايل ما يقرا الا قال قايل ما هي كسر وكوكا هي وي كسر كوادا معتدد اه ان سو شيغنا عدد ترسنيس حبا واجبي لكن ويكل الدنيا وحو واجبي حين كل قادنا كو ان هي معتده رجعي ان هي معتده بائن ان هي متوفى عنها وي هذه معتده الرجعيه محو واجب لا شيء كو مصروف كيو ديغان كي هو يجي واجب سوما هذه تهي معتده بائنا قال لك على قاعد قال لك على قاعد حامل با مسوا حائل هذه حائل تهي السكنه با واجب لكن مصروف واجب هذه حامل تهينا لا ادري واجب متوفى عنها ما قوى واجب سكنه با متوفى عنها خلقنا أيوة دون النفقة المتوفى عنا إحداد لها كواجبان لأن الصومالي لأن كل شيء جني السيدة سبحان الله إحداد كتعريف كيس الامتناع من الزينة والطيب أيها الغير هذا جميل أيوة الاستبراء تعريف تسياهي وفي مجر تعريف كيس تربص المرأة مدة لماذا؟ بسبب حدوث الملك أو زواله عنها تعبدا أو لبراءة رحمها من الحمل صوت صوت جميل تفجع وملك عدده هي استبره وقف أدون سوى قطي سوى أما ملكي سوى كبح سوى مين علي محا حاران قمان أهل الاستمتاع سوى إلاء استبراء كسامي استبراء مركب حاوي ما يقول سوى مين ما يقول بلاد أوكان وما يقول مال أوكان يدى الله فيهر من ذوات الحيد مية بحيد من ذوات الشهور مية من ذوات الحمل مية أم الولد أم الولد ولا قران سوى أم الولدنا يدى إسبري يلي سوى سي سوبريال كلمت انت ان صوشين هي الرضاع والرضاع لو ضوا ديار سو تعريف كيسي هي تعريفاتك وحالها مهمه وهي مالها قارك يا هي اصول لبن ادميه مخصوصه لجوف ادمي مخصوص على وجه مخصوص ادميه مخصوصه لرواته أين النوشة حياة مستقرة كو لا 9 سنين أين كان آدمي مخصوص يجوف في سائل آدمي مخصوص كوا يا وين الله بس نقار النول يهي نصوم ديارو على وجه مخصوص إنه شو خمس رضعات نقاب كاسويا هاي واي مركا إنه يجوس الله بس شيء الله بس شردي ولد كذا كنا خم بعنا يعني أحكام بعنا كنا نصوم الله ذا شيء إيش الله ذا شردي ولد كنا خم كو وينو سن يجي عدد كيس ويا دون الحن كلامنا حويا 5 رضعات ومتفرقات يقينا وان الله بصمين ايوه اي كانت كدلنا الزوج كي مرضعه اب ونو كان صمين حق اسكورسينا ما حنا دهنا مرضع يا مرضع على فينا صم المرضع
والمرضع. المرضع هو ولدك، المرضع هو تنانتين وجيسسا، هي مرضع حلي أصولي فروعي حواشسا، مرضع عدن وحلي هذا أصولي فروعي حواشسا من لبدي بيد محيان ياي هذا ينقر أقارب ذي الرضاعتي ها؟ ما يثن مستدك لك في عمل هذا أيوة المرضع أصوشي أصوشا مرضع مقرسن كرتا يا فروع ذن مقرسن كرتا حواشي ذن أيوة مرضع حواشي ذي أصوشا إيا فروع ذي حواشي ذا مرضع مقرسن كرتا يا أيوة يوم كعلي مرضع 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 بس اسم فاعل اسم فاعل اسم فاعل مرضع وأسلانت اسم مفعول مرضع وكل النوتشيني وين باسم فاعل غير ذي ثلاثة تجي وزن المضارع لكن أولا جعل ميما تضم وإما قبل آخره فتحت صار اسم مفعول وقال حسن جميل أيوة مرضع حواشي ذي س مرضع حواشي ذي سي وسوشي سي فرع اسم قرصن كرتا ها وايه مرضع مرضع من قرصن كرا وايه مرضع وصوشي فروعي حواشي ذا مرضع من قرصن كرا مرضع فروع ديسو مرضع ذا من قرصن كرا وصوشي فروعي حواشي ذا ايوه دير يس نفقة العمودين بينك على السماء ما النفقة زوجك سلامتنا إلى شيء صح؟ مرضعة زوجك صح؟ مرضعة زوجك صح؟ نحن نقول مرضعة مية؟ ها عررت أنا ولا لين؟ عررت ولا لين؟ عررت إذا أيد ولا لين؟ وصو ولا لين؟ أبو يه أبو مر هذو النقطة وديار مر هذو أبو النقطة أبو عادي هم النقطة أبو النقطة أبو عادي أبو يحسي بقى النفقة صد حصابة إلى الآن يعني كو القرابة ملك اليمين هي زوجية القرابة لوا شيء وي أصولية يا فروع عمودين كان دهني سماي هي فروع لا ما قشر دي بقوة يجيب النفقات صدح شرد ماشي الفقر والزمانة وهل وحبان كسر من سماه وحنا كسر طالب العلم صدح شيء لقاه الكو علم الشرعي نجابة من لقاه مشكور كده وهي الفقر والزمانة والدك أنا وحنا هنا قول كوا والراجح هاي الفقر بس دي ليني ويجيب يسوع صمو دياره ملك اليمين وحنا هنا بقدر الكفاية مية مسوى مقدرة وايه قرابض ومقدرة بقدر الكفاية قدر الكفاية وإيه ديار أما زوجة مقدرة بقدر الكفاية مقدرة تقدير كنا محونا قن صدح على الله في رنك إما إنه يهي وإما إنه يهي وإما إنه يهي متوسط كواس الله في رنك سمع أدو موسر يمين قواجب مداني كسوذي كوانا بال أدو معسر يهينا مد بس سمع أدو متوسط يهينا الله قال بارد دياره نكي وحواي نفقة المعسر ومدها قال محاو بنان لكن بالشروط يا ابو الله الله